بيتزا مع شوكة الجماهير، بيتزا الطاسة. هنحتاج 2.5 كوباية دقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، كوباية لبن دافي، 3 معالق زيت زيتون. حطينا معلقات الخميرة والسكر واللبن الدافي و2.5 كوباية دقيق، مش هناخدهم كلهم، هناخد منهم 1 كوباية بس دلوقتي، يعني في المرحلة دي 1 كوباية بس. 1.5 كوباية خليها على جنب دلوقتي. والملح برضو خليه مع الكوباية اللي لسه دي، ونشغل بقى عليهم العجينة. حطينا هنا 1.25 كوباية ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة وكوباية لبن دافي، وخلينا على جنب 1.5 كوباية ونص معلقة صغيرة ملح والزيت، دول مش هنحطهم دلوقتي. جبناهم تقليبة خفيفة، هما مش محتاجين عجان ولا حاجة، يعني ممكن بإيدينا بس، ونغطيها ونسيبها تخمر 10 دقايق. على بال 10 دقايق دول بقى نعمل صلصة البيتزا. صلصة البيتزا نحتاج لها 2 طماطم مبشورة، 2 فص ثوم مفروم، ملح وفلفل، 2 كبار كاتشب، 2 كبار سكر، 2 كبيرة صلصة، 1/4 كوباية مية، 2 زيت زيتون، ونص معلقة صغيرة زعتر في الآخر، الآخر خالص. ثوم يا دوبك تقليبة خفيفة كده بس، مش عايزاه يغير لون عشان ما يمررش، يعني حاجة خفيفة بس ريحته تطلع كده. الطماطم المبشورة، الصلصة، الكاتشب برضه بيفرق طعمها جدا، والسكر. نحط المية ونسيبهم بس يعني يا دوبك يغلوا غلوة واحدة خلاص. بعد ما غليت في الآخر خالص بقى نص معلقة صغيرة زعتر بحطه في الآخر عشان ريحته ما تروحش خلاص، وهي كده جاهزة، يعني كلها ما خدتش 5 دقايق على النار. نقش عليها بقى ونستنى ما تبرد نحطها. خلاص بعد 10 دقايق كده العجينة الأولانية خمرت، اللي هي أساس البيتزا أصلا. ننزل عليهم 1.5 كوباية والملح، ونحطهم. ممكن الخطوة دي نعملها بإيدينا، يعني هو المقدار صغير مش محتاج عجان، بس أنا يعني بستسهل. أنا عجنتها شوية 2 دقايق بس كده، وبعد كده أنزل عليها بقى بالزيت. بس أعجنها بقى كويس، أخدمها في العجين لحد ما تكون عجينة ملساء ناعمة، ما كنت بتلزق ولا بتقطع. خلاص طلعتها كده من العجان، عجينه طريه ناعمه مش ما بتلزقش خالص في الايد. اعملها بايدي برده، اخدمها بايدي كده شويه، اغطيها ببوله نضيف واحطها تخمر نص ساعه. نحضر حشو البيتزا بقى، زيتون، تونه، بسطرمه، طماطم، شيدر مبشور، وموتزاريلا طبعا. ده بصل جوليان وفلفل برده جوليان، يعني قطعنا البصلايه بالنص وقطعناها يعني نص ترانشات كده او نص شرايح. وصلصه البيتزا لسه عاملينها مع بعض، حطينا زيت زيتون شوحنا فيه التوم تشويحتين كده، بعدين نزلنا بالطماطم المبشوره والصلصه والكاتشب ومعلقه صغيره سكر وملح وفلفل حسب الرغبه طبعا، وربع كوبايه ميه، حطيناهم 3-4 دقايق على النار كده، وبعدين حطينا الزعتر في الاخر خالص وسبناها لحد ما برد. انا دلوقتي هشوح البصل والفلفل دول، لان هي البيتزا في الطاسه، فلازم المفروض كل المكونات اللي تبقى عليها تبقى مستويه. جبنا طاسه على النار وانزل فيها بشويه زيت زيتون لو تدي عادي برضه ما فيش اي مشكله. بصل الاول، يعني البصل تقلبتين كده، وبعد كده نزل بالفلفل، لان البصل هياخد وقت اطول، مش عايزه الفلفل يبدا الاول. خلاص انزل بقى الفلفل برضو، بعد البصل ما اتقل دبل حاجه بسيطه كده. انا مش عايزاه مستوي يعني 100%، انا عايزاه يدوبك بس يعني ما يكونش بيقرش قوي. الفلفل كده اتشوح شويه، انزل عليهم برشه ملح ورشه فلفل اسود، اطفي بقى وخليهم يبردوا عشان ما ينفعش احط الحشو على البيتزا وهو كده. خلاص انا خمرت كده وطلعت منها الهواء. هي العجينه دي ممكن تعمل 3 بيتزات كبار او 4 وسط، انا حابه اعملها 4 وسط. وكورها على الرخام.
كده. اغطي بقى اللي انا مش هشتغل فيهم دول، اغطيهم عشان وشها ما ينشفش. نفردها وسط بس يعني يبقى فيها سمك، انا مش عايزاها تخينه قوي لان لو تخينه قوي مش هتستوي، ولو رفيعه قوي برضه هتطلع ناشفه، فانا عايزه سمكها متوسط. خلاص كده الأربعة فردتهم، واخدهم بقى كده على المشابة، انزل بيها على الطاسة سخنة. يعني البيتزا دي كلها وقتها نص ساعة بس العجينة خمرت فيها، وانتي في النص ساعة دي حضري فيه الحشو، مش لازم حتى انتي تعمليه، كان جوزك هو اللي يعمل. يا دوبك بس كده اتأكد ان هي شمعت من تحت، عشان اتأكد وانا بحط الصلصة والحاجة ان الوش ده يعني خد سوا برضو بسيط، يعني محطش على العجين كده. حط معلقتين كبار صلصة بيتزا. في المرحلة دي برضو وانا بحط الحشو احاول بسرعة واكون مغطية النار شوية. في الاول موتزاريلا خفيف خالص، بعدين البصل والفلفل، والزيتون، وجبنة فوق الوش، جبنة موزاريلا وشيدر الاتنين، او لا موزاريلا بس برضه مش مشكلة. ممكن بقى قدامكم حل من الاتنين، يا اما تغطوها الوش يسيح كده، يا اما تحطوها تحت الشواية. خلي الوش بس، هي كل حاجه مستويه، الجبنه بس تسيح تحت الشوايه. اول واحده طلعت، تاني واحده برضو، ودي الاخيره اللي بتستوي. وفي الاخر خالص بعد ما طلعوا برش رشه صغيره زعتر فوق، اختياري، لو مش عايزين مطبخ يبقى طعمها حلو. حابه اوريها لكم من تحت برضو مستويه وطريه اهي. بس في حاجه بقى عايزه اقولها لكم، الثلاثه دول اللي هو عملت وشهم تحت الشوايه فطلعوا كده، انما اللي تحت اللي عملتها على البوتاجاز وغطيتها اغمقت شويه. يعني لو عايزين تغمقوها شويه اعملوها بالغطا، لو عايزينها كده اهو طالعه فاتحه كده يبقى حطوها تحت الشوايه. يعني وقفوا مرحله البوتاجاز لحد بس ما تاخد وش من ناحيتين. هي كده كده العجينه المفروض حلو، يعني مش هتاخد وقت خالص في السوا. شوفوا شكلها، مستوية وطرية وطحنة.